بالتاكيد هبدأ بيك. هبدأ بيك ليه؟ عشان الحدث. الراجل خلاص كام ساعه وهيكون في مصر ان شاء الله. مودست هيبقى موجود في مصر امتى ان شاء الله؟ بكره العصر يعني، ممكن 3 4 بالكتير قوي هيكون موجود ان شاء الله هو ووكيله امير توفيق في القاهره. يمكن كل حاجه خلاص خلصت. الناس كانت بتتكلم على الكشف الطبي، احنا قلنا ان هو هيعمل الكشف الطبي في سويسرا، والموضوع خلاص يعني. مودست في الاهلي رسميا، الاهلي هيعلن بكره رسميا عن الصفقه. يعني بيسابقوا الزمن دلوقتي عشان اللاعب يبقى موجود في المعسكر. انت عارف الفريق هيسافر يوم 12 عشان مباراه السوبر، فاللاعب بدنيا جاهز، طبيا جاهز، ذهنيا خلاص بيحضروه دلوقتي. وكولر زي ما انت قلت بيتكلم معاه عشان عندنا ارتباطات مهمه ومحتاجين. هل مودست ده كان حل اخير للاهلي ولا كان حل موجود من بدري؟ يعني انا عندي مفاجاه ما حدش يعرفها وما حدش اتكلم فيها قبل كده، برضو اختصك بقى كريم، ان مودست المفاوضات معاه بقى لها شهر كامل. شهر كامل كان هو ولعيب بعد موضوع سوزا ما تعقد، والراجل الروماني بتاع جيم بوك المدير الفني يعني وقف القصه. كان في امال ان سوزا يجي، لكن المفاوضات اتفتحت عن طريق دينو لامبارتي وكيل مارسيل كولر. عرض اللاعب على كولر، وكولر ابتدى يتكلم مع اداره النادي الاهلي عليه، والراجل عشان اللغه واتكلم معاه الماني وبتاع والكلام ده، فبدأ مع المفاوضات. ممكن اقول حاجه بين قوسين؟ اتفضل. مش يا رب ما حدش يزعل مني، بس اقول لك بين قوسين دلوقتي. انت بتقول لي مودست كان من ترشيح وكيل اللاعبين اللي هو وكيل مارسيل كولر، وهو اللي عرضه. مزبوط. على مارسيل كولر. مظبوط صح كده. الاهلي عنده لجنه بتاعت سكاوتنج. اتعرض يمكن وكيل كولر نفسه لما طلع مع كابتن احمد شوبير بتالي قال الكلام ده، قال ان اتعرض على مارسيل كولر ما يزيد عن 50 مهاجم. كابتن هاني رمزي اداره السكاوتنج عرضوا حوالي 13 او 14 مهاجم. اداره التعاقدات في النادي الاهلي برضه عرضت عدد كبير من المهاجمين، شركات تسويق وكلاء لاعبين وناس كتيره بعتت. اللي اعرفه كان في ناس كمان بتبعت لمترجم مارسيل كولر، خالد الجوادي بتبعت له فيديوهات ومهاجمين. وكيل كولر في الاخر ابتدى يعني كل الناس كانت بتحاول تخدم على حته ان يبقى في مهاجم، لان مارسيل كولر كان مصمم على وجود مهاجم بمواصفات معينه. بالظبط، هو عايز حد طويل، عايز حد هيدرز قوي، هو عنده الناس الشادو سترايكر او الناس اللي ممكن تلعب على الاطراف، ممكن تلعب كره على الارض. هو عايز حد بمواصفات اللي هو يتعمل له كروسات يخلص منها ويفنش منها من اول ما جه وبيدرب اللعيبه على النقطه دي. عشان اقفل قصه مودست وقبل ما اروح للهواء، هي فيها كلام كتير جدا على فكره. طب كمل. بالبونص، بالفلوس اللي كنت طالبها. لا التفاصيل، انا كنت هسالك على راي نقدي بس قول التفاصيل دي اهم. يعني هو اسالك اصلا رايك في الصفقه ايه، بس خلينا الاول. تمام. انا في البدايه او المعلومات اللي عندي عن الصفقه، ان الصفقه كانت مرت بمطبات كتير. الراجل نفسه كان عنده امل انه يلعب في فريق الماني، وجاله اكتر من عرض، لكن يعني الموضوع ما بقاش بنفس القوه مع مرور الوقت. الوكيل بتاعه لما بدا الكلام كان بيتكلم انه عايز 3 مليون دولار في السيزون الواحد، طلب بونص ما يقرب من مليون دولار، 250 الف في حاله احراز مودست 10 اهداف، 250 الف في حاله تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، 250 الف في حاله تحقيق مركز متقدم في بطوله كاس العالم للانديه، و 250 الف امتيازات اخرى خاصه ببطولات ومشاركات وعدد ماتشات وحاجات كده. فالنادي الاهلي طبعا ما ابتدى كابتن امير توفيق، وعشان بس ما نظلمش الراجل واديله حقه، وانا ما زلت مصمم ان هو الراجل لازم ياخد حقه، عمل دور قوي جدا في انه نزل المتطلبات. او غير الراجل نفسه كان طالب ما يقرب من 300 الف دولار كوميشن ليه او عموله ليه خاصه بيه من النادي، وده طبيعي انت عارف الوكلاء وشركات التسويق بيطلبوا فلوس بخلاف ال 10% اللي بياخدها من اللاعب. فطبعا كل الحاجات الماليه دي تم تخفيضها، اتفقوا. كان الاهلي عنده رغبه ان يبقى سنه واحده، الراجل كان عايز يبقى سنتين، فاتفقوا في الاخر ان تبقى سنه، والسنه الثانيه بحسابات معينه. يعني اللعيب لو شارك في مثلا 75% من المباريات، اللعيب لو سجل مش عارف ايه، بالتبعيه بيتم التجديد بين لو ما وصلش للنسب المشاركه المعينه دي او الاهداف المعينه دي يبقى ما فيش سنه ثانيه. بالظبط، يعني حاطين كده ايه حاجات معينه. الموضوع برضو جه في الاخر وقف على بعض الطلبات، واصل لا اصل انا اشوف اسرتي، طب هشوف الدنيا ممكن يجي لي حاجه. وبتمرن مع احد الانديه في الدرجه الرابعه هناك، مش عشان يلعب معاهم، هو بيجهز نفسه للخطوه بتاعته او الانتقالات بتاعته اللي جايه او النادي اللي هيروح له. فحصل شويه مطبات لحد في الاخر خالص، كان ممكن في لعيب افريقي كان دخل بقوه ان هو ممكن يبقى صفقه النادي الاهلي، وكان مارسيل كولر مقتنع بيه، لكن كان مودست بالنسبه له هو الاختيار الاول. قدروا يوصلوا لمرحله ان هم خلاص وصلوا معاه الاتفاق واتفقوا على كل حاجه. سافر امير توفيق لسويسرا،
وعملوا اكتر من ميتنج مع دينو لامبارتي اللي هو وكيل في يعني في المكتب بتاعه وكيل مارسيل كولر، وفي وجود اللاعب وجود الايجنت بتاعه الوكيل بتاعه يعني، واتفق على كل حاجه. واللي عرفته ان اللاعب خلص ومضى مع النادي الاهلي وعمل النهارده كشف طبي حسب ما سمعت يعني في سويسرا هناك كان قوي جدا.